الكثير من أطعمتهم وأكلاتهم، سيما وأن دجاج التنور الطينية الذي يكون ممتزجا مع لون ورائحة الطين والماء الرقراق في الأنهر والجداول، والطبيعة كلها تشكل خصوصية هذا العالم. الغاز ما يصير بيه، بس تنور الحطب وتنور الطين. الزوع من النخلة وسعف ونحطه ونشيمه، ولا طاح التنور اني بالجدر ونحطه، بعدين اني بالدجاج ونحطه. تحضيراته لازم من الليل تنظف الدجاج، ورا ما تخلص تنظيف الدجاج راح تبدي تخلي له، يا اما سابقا كانوا يستخدمون الخل وحاليا نستخدم الليمون الحامض. من تجي الصبح قبل لا تشويها راح تحضر تحضيرة التتبيل. التتبيل راح يكون عبارة عن بهارات مشكل حسب ذوق اللي يشوي، ويا معجون طماطم. تقوم يعني الدجاجة من الخارج نغطيها تغطية كاملة بالصلصة مالت التتبيل، ونقوم ناخذ القصيل مال النخل، لازم يكون أخضر يعني فريش، نقصه من النخلة. نجيب الدجاجة طبعا ما راح تنفتح كلها، ندخل الدجاجة ونربط الراس مالتها بخوصة خضراء. تقدم هذه الأكلة التي يبذل الخصيبيون فيها من الجهد والعناء الكثير للضيوف أو للأشخاص الذين يكنون لهم معزة خاصة، ويحرصون كذلك أن تكون أكلة دجاج التنور الطيني جزءا أساسيا في موائدهم الرمضانية، فضلا عما يقدمونه إلى الضيوف كالتمر واللبن، حيث أن مائدتهم الرمضانية تكون عامرة بصنوف الأكلات والأطعمة، وفي مقدمتها أكلة دجاج التنور الطينية. تقدم بالمناسبات خلال شهر رمضان، أو بعزائم العرسان، أو ناس مهمين، إكرام ضيف تعتبر هذه الأكلة. من يجينا خطار كلها شوي، وياها محلبي، وياها حلاوة، وياها كل شيء نسوي، بعدها الهريسة، كل شيء نسوي تشريب